السلام الله عليكم متتبعي قناة في الكهرباء. اليوم سنقوم بتجربة أمامكم إن شاء الله، وهي تعلم طريقة تركيب الفيش كودي مال الخاص بالتلفاز أو الساتيليت على حد سواء. هذا هو الفيش كما يظهر لكم في الصورة أحبتي في الله، وهو ينقسم إلى عدة أقسام. هذا هو الفيش الخاص الذي سنتعلم إن شاء الله طريقة تركيب الكابل به، وهو به 3 قطع أو 4 قطع. عندما نقوم بإزالة هذه البلاستيكة السفلية يصبح 4 قطع، وهذا هو كل ما يهمنا في هذا الفيش. سأقوم بفتح هذا الفيس الخاص بالفيش بهذا الشكل، ثم نأخذ الكابل الذي سنقوم بربطه بهذا الفيش، قطعة يعني تتراوح بين متر. سنقوم بنزع هذا الغشاء الأسود، يعني أحبتي في الله إذا لم تتعلموا كيف تنزعه بالبنس قوموا بإزالته بالسكين كما يناسبكم. أنا سأقوم بنزعه بالبنس، ثم نأخذ هذه الشعيرات وهذا الغشاء الفضي على هذا الشكل، ثم نقوم بطيهم جيدا، يعني وتفادوا قطع هذه الشعيرات فهي مهمة. ثم نأخذ قياس المسافة على هذا الشكل، ثم سأقوم بإزالة هذا الغشاء الأبيض على هذا الشكل. ربما يعني تتساءلون أن هذا المسافة التي قمت بقطعها هي مسافة طويلة، ولكن على العكس، فبهذا الفيش ليس به ثقب في الوسط، بل سأقوم بطيه على البرغي على هذا الشكل. فهناك أنواع كثيرة من هذه الفيشات الكودي مال، منها من يوجد به ثقب في الوسط، ومنها ما لا يوجد به ثقب في الوسط. سأقوم بطي هذا السلك على هذا الشكل، ويعني دائما أتفادى عدم لمس الشعيرات للسلك النحاسي، فعندما يقوم السلك النحاسي بلمس الشعيرات فقط عندما تقومون يعني اشتغال الريسبتور يقوم بقطع التيار الكهربائي على الفور على الريسبتور. يعني دائما تجنبوا عدم لمس اي شعيرة من هذه الشعيرات الى السلك. قوموا الان بتركيب جميع لوازم هذا الفيش. سنأخذ هذه القطعة الاولى، نقوم بادخالها من وراء من الخلف على هذا الشكل، ثم نأخذ الغشاء الأول على هكذا، نضعه هكذا، ثم نأخذ القطعة الأخيرة هكذا، ثم نقوم بإغلاقه. والطريقة سهلة أحبتي في الله، وبهذا الشكل تكونون قد حصلتم على فيش بالطريقة صحيحة. ثم نضعه في مكانه الخاص في البريز الخاص بالطرف، ثم نقوم بتعالية الغشاء الأمامي لتركيب الكونيكتور الخاص بالريسيبتور. فالطريقة سهلة أحبتي في الله، يعني دائما نقوم بسحب الشعيرات إلى الخلف، نقوم بنزع الغشاء بهذا الشكل، أقوم بلويه جيدا بحيث يكون تماس جيد، وهذا هو الشكل النهائي أحبتي في الله. إذا أحبتي لن أنسى أن أوصيكم الاشتراك ثم الاشتراك ثم الاشتراك ليصلكم كل جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.